بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم سكير عبد العالي، تكليد برمجة MVP أم بركادير، ونواصل في دورة الدلفي للمبتدئين الدرس 48. سنتكلم دائما مع الملفات. اليوم سنتطرق إلى الإكسامل، كيفية القراءة وكتابة ملف إكسامل. فهناك يعني طريقتين أكثر شهرة، هناك عدة طرق طبعا، لكن هناك طريقتين أكثر شهرة. هي استعمال كليونت داتا سيت عندما تكون الملفات ستريكتر، يعني ملفات مرتبة ومنظمة بالشكل الطبيعي التي تشبه جداول قواعد بيانات، يعني حقول وسجلات. نستعمل XML، نستعمل كليونت داتا سيت للتعامل مع هذا النوع من الملفات. أما عندما تكون ملفات غير مرتبة، يعني في شكل شجرة، هنا نستعمل XML دوكيمنت. وهناك ايضا طريقه للبايندينج مع الاكس ام ال دوكيمنت، يعني هناك طرق اخرى يعني للاتصال مع الاكس ام ال بشكل اخر، بطرق اخرى. اليوم سنتكلم على الطريقه السهله والبسيطه، وعندما يكون عندي اكس ام ال مرتب ومنظم، وبنفس الكود الذي استعملناه مع ملف سي اس اس، ملف سي اس في عفوا، وملف التكست، يعني الواجهات التي قمنا بها بهذه الواجهه مع تكست و سي اس في، سنقوم ايضا بانشاء نفس الواجهه مع الاكس ام ال. اذا عندي الفورمز، اقوم بجلب كليون داتا سيت. كليون داتا سيت اضغط عليه بالزر الايمن واقول له فيلد اديتور، ستاتيني هذه النافذه او البوب اب الصغير الذي من المفروض سيعرض عندما يكون ربط مع جداول قواعد البيانات، يعطيني مختلف الحقول الموجودة في الجدول المحدد. الآن أضغط بالزر الأيمن، ماذا أقول له؟ ليس Add All Field لأن لا يوجد ربط مع قاعدة البيانات. الآن أقول له New Field. هنا سأنشئ حقول في الذاكرة كأنني أتعامل مع SQL Manager، أو يعني أحد واجهات صنع قواعد البيانات. عفوا، والآن نعمل ID. إذن عندي الحقل ID سيكون من نوع int ويكون data. أوكي، أعمل أوكي، أضغط بالزر الأيمن new field وأضيف first name، وسيكون string كما تلاحظون، كأني أنشئ جدول في قاعدة البيانات. وهذه مختلف الحقول، last name وأقول له string، واختار داتا. هنا داتا. في دروس قواعد البيانات سنتطرق الى الحقول المحسوبه calculated واللوك اب، الحقول ريفرنس يعني التي تاتي من جداول اخرى وانكليمنت وغيره. نعمل اوكي. اليوم فقط داتا، هو من نوع داتا. اذا ثلاث حقول من نوع داتا، جيد. نضغط الان بالزر الايمن مره اخرى ونقول له create data set. اوكي، create data set. الان ماذا قمنا بفعله؟ هو انشاء جدول في الذاكره بثلاث حقول التي صرحنا بها وعرفنا بها. الان ساعمل تحديد الكل واسحب، اتحصل على هذه الواجهه. اذا سارتب الحقول مثل ما هو مرسوم في الواجهه رقم واحد التي قمنا بإنشائها مع CSV والتكست. عندي first name و ID و last name. جيد. الآن بما أنني أصبح عندي شبه طابل، شبه جدول، عندي data source. أكيد عندما يكون عندي data source سنستطيع عمل DB navigator و DB grid. إذا عندي DB grid هنا، سنطه نفس الشكل، و DB Navigator، وكليهما سنربطه مع داتا سورس. جيد. اوتوماتيكيا نتحصل على اسماء الحقول التي قمنا بانشائها، والان نستطيع التجربة. لحد الان لم نتعامل مع ملف XML، ليس هناك XML.
إذا عندي هذه الواجهة، سأعطيه ID واحد، first name، السجل الثاني علي علوي، والسجل الثالث راو. اوكي، اعمل فاليديت. اذا كما تلاحظون كانني استعمل جدول، يعني كانني استعمل جدول من جداول قاعدة البيانات، واضيف سجلات واحذف وكل شيء استعمله في دبي نافيغاتور فيرست لاست. اوكي، اين هي هذه الداتا؟ هي فقط في الذاكره. كيف اخلي، يعني اجعل هذا الداتا تسجل في ملف اكسل؟ جيد، كلوز، نضيف زر بوتن مثل ما عملنا في الدرس السابق، وزر آخر وزر آخر للكلير. الزر الأول open، btn open. الزر الثاني btn save، ونسميه save. والثالث clear data أو remove data، ونذهب إلى btn clear. جيد، إذا زر السيف، عند الضغط على زر السيف ماذا سنخبره؟ سنقول له client dataset رقم واحد. ماذا نريد أن نفعل؟ نريد save، إذا save from file to file عفوا، مثل ما عملنا مع الدرس السابق مع التكس و CSV، ونقول له XML. أعطيته نفس الملف، يعني نفس المسار الذي عملنا عليه لحد الآن، هو هذا المسار دي تيست كونتاكت سي اس بي والتكس والان اكس ام ال. جيد، عندما اعمل سيف انتهى الامر. اذا ساقوم بالتسجيلات، ساقوم واحد اثنين او واحد 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 زائد اثنين 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 زائد ثلاثة. اوكي، نعمل save to file ونذهب الى الملف الان هذا، ونضغط عليه مرتين، وكما تلاحظون عندي الضغط، عندي رقم واحد اثنين ثلاثة، ثلاث سجلات كما تشاهدون، ال ID first name و last name. كيف اعمل open الان؟ بنفس الطريقة، ليون داتاسيت، لود فروم فايل، ونفس المسار ملف. طبعا يعني المفروض ننشئ كونست لهذا المسار لأنه يتكرر مرتين هنا، من المفروض حتى ولم يتكرر دائما عندما تكون عندي سترينج هكذا مسار، المهم سترينج بصفة عامة نعمله في كونست في ملف نسميه const file، نضع فيه كل ال constant file text. اوكي، بعد ذلك سنعمل له client dataset active true او open. جيد، نغلق الان الاتصال ونعمل execute، نضغط على open وتأتي الداتا من ملف ال XML. إذا تحصلنا على ملف XML بواسطة دلفي، أنشأناه وحفظنا به، يعني وضعنا به سجلات كما تلاحظون حفظناها واستطعنا استرجاعها عن طريق Open From File. جيد، الآن أريد إضافة الأزرار Delete Insert إلى آخره مثل ما عملنا به في الدرس السابق في هذا الدرس.
إذن أحتاج إلى هذه الأزرار. أستطيع نسخ الأزرار والآن نسخ الأزرار. الآن صارت أوكي صحيح، الأبديت ليس صحيح، سنعمل بوست، نسميه بوست أو فاليديت بوست أو فاليديت. أوكي، إذا عند الضغط على زر انسرت نستطيع كتابة كود أو أوتوماتيكيا عن طريق أكسيون ليست، سنتكلم عن ذلك لاحقا في درس مخصص لأكسيون ليست. إذا سننقر مرتين، وزر الانسرت هو عبارة عن داتا سيت انسرت ديليت داتا سيت من اسمها ديليت. بعد ذلك بوست داتا سيت، قلنا انها بوست، وبعد ذلك find هل توجد find k by name. إذن find k هي للبحث في الملف، يعني في الجداول التي عندها index، لكن هنا ملف XML، ليس عندي الفهرسة في ملفات XML، لذلك لا نستطيع عمل int k ونستبدلها ب locate. locate يطلب مني string الأول الحقل اللي هو id، أريد أن أبحث عن id. ماذا أريد أن أبحث؟ أريد أن أبحث عن edit 1.text، لأنه لا يستطيع البحث عن طريق db edit، لذلك سنضيف edit 1.text في الواجهة. بعد ذلك سنتكلم أحد البارامترات سنتكلم عليها لاحقا، الآن فقط سنضيفه عندما ندخل الجداول، سنتكلم بالتفصيل عن هذه الأمور. وهكذا إذا نضيف الإيديت لنفرض أو نضعه في مكان هنا. نطبق الآن، نفتح القاعدة أو الجدول الإكسامل، ملف الإكسامل عفوا، حصل على هذه البيانات، أريد البحث عن السجل رقم 2، أعمل find، يبحث عليه ويجده ويحدده. أريد 3 find، وكما تلاحظون يتغير المؤشر، يبحث عن الداتا. أريد إضافة سجل، أعمل insert، وأستطيع إضافة رقم 4 وأعمل post. أوكي، هكذا أستطيع الحذف أيضا، delete، أريد رقم 2، delete إلى آخره. إذا كل التعليمات التي نسمع عنها في الجداول نستطيع استعمالها ملف الإكسامل، ما علينا في الأخير إلا عمل save to file. نعمل clear، clear لا يشتغل بالطبع لأننا لم نكتب الكود. إذا clear هو عند clear dataset empty dataset. نجرب الآن، نأتي بكل الداتا، كما تلاحظون قام بجلب فقط الداتا التي تركناها، أعمل clear وأعمل save، أعمل open والداتا غير موجودة. إذا تعلمنا اليوم كيف نتعامل مع ملف الـ XML، إضافة سجلات، البحث عن سجلات، delete، وأيضا السيف في الفايل XML file. هذا كل شيء في درس هذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.